تفاصيل أكتر عن حالة الطرق بينضم لنا هاتفيا سيادة الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور. أهلا بك سيادة الرائد. أهلا وسهلا فندم بحضرتك وبجميع السادة المشاهدين. أهلا بك فندم. كان في إغلاق لبعض الطرق النهاردة عشان الشبورة المائية، منهم بعض الطرق الرئيسية، لو حضرتك تكلمنا عن هذه الطرق تفصيليا، وإحنا عرفنا أن خلاص أنها اتفتحت بعد انقشاع الشبورة المائية. طبعا زي ما حضرتك تفضلت، بالنسبة للإدارة العامة للمرور نتابع الحالة الجوية على الطرق السريعة. تلقينا اختراض بوجود شبورة ضوئية على بعض الطرق، بدأت حالتها تسوء في الفترة الصباحية حتى الساعة 8 إلا ربع صباحا. بدأ يبقى في انعدام رؤية لبعض الطرق التابعة للإدارة، كان طبعا أدى إلى إغلاق الإدارة العامة للمرور الطرق دي أمام حركة المرور. كان طبعا طريق إلى قطامية العين السخنة، وأيضا طريق دائري الإقليمي في قطاعه من أعلى السويس وحتى أعلى القطامية في اتجاهين، وأيضا طريق حلوان الكريمات أو طريق السعيد الشرقي. لكن تابعنا الإدارة العامة للمرور دفعت تعزيزات ثلاث ضباط طبعا لأماكن الإحكامات، وتم طبعا الإعلان عنها في حينه، حين هدوء الحالة وبدأت الحالة تتحسن بالنسبة لمستوى الرؤية. دلوقتي كافة الطرق دي بتعمل بشكل جيد، ما عندناش فيها مشكلة، وانقشاع الشبورة تماما، مفيش أي طريق مغلق دلوقتي بسبب الشبورة. أتمنى طبعا السلامة للجميع يا رب. أنا من الجميع الحذر أثناء تواجدهم مع الطرق السريعة. سيادة الرائد، الحدث اللي كان حصل في بني سويف النهاردة كان بسبب الشبورة المائية؟ لو حضرتك عندك معلومات بشأنه؟ لسه طبعا بيتم التنسيق مع بني سويف، وان شاء الله يتم الافاده مع حضراتكم بالنسبه للتفصيلات بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. سياده الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفه العمليات بالاداره العامه للمرور.